فكرة السفر عبر الزمن كان دايما فكرة بتيجي في خيال الناس على مدار السنين كتيرة فاتوا، لغاية لما جاء اختراع الكاميرا وخلى الفكرة دي متاحة جدا. لو انت فاكر ان انا اقصد ان الصورة اللي بتتصور لما بتيجي تبص عليها مع الوقت فده كأنك بترجع للزمن لورا، لا انا اعني بتحديدا ان الكاميرا بتديك الامكانية انك تصور الماضي. طب فكرة زي كده ممكن تحصل ازاي؟ ألبرت أينشتاين حدد سرعة الضوء بحوالي 300,000 كيلومتر في الثانية، فلما بنيجي نصور عنصر بالكاميرا مهما كانت المسافة فهي عبارة عن أمتار أو في أبعد الاحتمالات مئات الأمتار. هنا سرعة الضوء أسرع بكتير جدا من المسافة ما بين العنصر والكاميرا. طب احنا لو جينا نصور عناصر أبعد من كده، مش بنتكلم عن مئات الأمتار أو مئات الكيلومترات، لا أنا بتكلم عن مئات السنين الضوئية. يعني عشان اوضح لك الفكرة، اقرب المجرات للمجموعة الشمسية مجرة اسمها اندروميدا. المجرة دي انت ممكن تصورها بالكاميرا او ممكن تشوفها حتى بعينك او بتلسكوب بسيط. على الرغم من ان المجرة دي تعتبر اقرب المجرات للمجموعة الشمسية، الا ان الضوء بياخد وقت طويل جدا عشان ينتقل منها لغاية المصور. الوقت ده يقدر بقد ايه؟ يقدر ب 2.2 مليون سنة. فحضرتك لما بتيجي تصور المجرة دي دلوقتي، انت مش بتصورها دلوقتي، انت بتصورها من 2.2 مليون سنة. فده يعتبر تايم ترافلينج او سفر عبر الزمن حرفيا. عشان كده قررت ان اعمل حلقة بتتكلم عن قصة اختراع الكاميرا واهميتها في مجالات كتيرة جدا، وبالتأكيد في موضوع السفر عبر الزمن، وهو ده موضوع حلقة النهاردة. فيلا بينا في رحلة عن التصوير الفوتوغرافي. الفكرة بترجع لحوالي 1000 سنة في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله هنا في مصر. كان سمع عن عالم اسمه الحسن بن الهيثم، كان عايش في مدينة البصرة في العراق في الوقت ده. العالم اللي كان بيدعي ان عنده القدرة على التحكم في مياه فيضان النيل في أسوان. ساعتها الخليفة الفاطمي اتحمس للفكرة واستدعاه لمصر وسخر له كل الامكانات الممكنة عشان ينفذ الفكرة دي. طبعا الحسن بن الهيثم لما جه شاف نهر النيل على ارض الواقع اكتشف استحالة بناء زي كده انه يتم. خد بالك هو كان بيتكلم عن بناء زي السد العالي، ولكن من 1000 سنة كانت لسه الامكانيات محدودة جدا. طبعا هو كان عارف انه بعض الامكانيات اللي الخليفة سخرها له لو راح قال له ما ينفعش، ان حياته هتكون في خطر. فيعمل ايه؟ فادعى الجنون. الخليفة كان راجل طيب قوي كتر خيره، صعب عليه فعطاله 10 سنين سجن بس. يعني وقت سجنه بقى الحسن بن الهيثم اتعرض لمصادفة غريبة جدا. تشاء الصدفة ان الغرفة المسجون فيها ابن الهيثم كان فيها ثقب صغير في حيطة. الثقب ده كان بيمر منه الضوء عشان يرسم صورة شجرة مقلوبة في الحيطة او الجدار المقابل. ابن الهيثم كان ساعتها عنده كل الوقت في العالم عشان يقدر يركز ويفهم ويوصف قوانين الضوء اللي سببت الظاهرة دي، وكتب ده في كتابه المناظر. وقدر انه يعيد التجربة من خلال صنع غرفة صغيرة فيها برضو ثقب بيمر من خلال الضوء وبتبان الصورة معكوسة على الجدار المقابل. ودي كان اول شكل بدائي للكاميرا، وهو سماها الغرفة المظلمة. في بعض المراجع بتقول ان ابن الهيثم سماها قمرة، الكلمة اللي بعد كده اتحولت الى كاميرا في المستقبل. ولكن بصراحة لما حاولت اعمل سيرش عشان اتأكد من المعلومة، في كتير من علماء اللغة العربية بيشككوا في ده، خصوصا ان ابن الهيثم ما ذكرش ابدا كلمة قمرة وهو بيوصف الكاميرا بتاعته، العكس كان بيسميها الغرفة المظلمة. والمشكلة كانت في الكاميرا دي ان الشخص عشان يقدر يشوف الصورة لازم يبقى قاعد جوه الكاميرا، فكان بيدخل الناس جوه الكاميرا ويقفل عليهم عشان يقدروا يتفرجوا على الصور المقلوبة دي. والغرفة المظلمة لابن الهيثم تحولت في خلال عصر النهضة على يد ليوناردو دافنشي لكاميرا اوبسكيورا، وده نفس المعنى تقريبا ولكن باللاتيني، واستخدمها ليوناردو دافنشي عشان يدرس الطبيعة من حوله. ومع الوقت هنلاقي ان كتير من الفنانين المشهورين استخدموا الكاميرا اوبسكيورا علشان يدرسوا وينقلوا التفاصيل بدقة، زي كارفاجيو، فيرمير، وريمبرانت، استاذ الظل والنور اللي انا شخصيا بحب اعماله جدا. ولكن في كتير من الابحاث دلوقتي بتدعي ان ريمبرانت كان بيستخدم بشكل مفرط الكاميرا اوبسكيورا عشان يقدر يشف ويوصل للدقة المتناهية اللي موجودة في اعماله. وبعد حوالي 300 سنة من ليوناردو دافنشي هنلاقي ان العالم الكيميائي يوهان هنريتش في القرن ال18 وتحديدا سنة 1719 اكتشف ان مادة ناترات الفضة لما بتتحط في انبوبة اختبار وتتعرض للضوء بتسود. كانت صدفة ضوء داخل من الشباك، فاكتشف ان المادة اسودت في الجهة المقابلة للشباك. دون الموضوع ده ولكن ما ربطوش خالص بالتصوير. خد بالك ان فكرة اي كاميرا حتى الكاميرات الموجودة دلوقتي مبنية على ان الضوء بيمر من خلال مجموعة من العدسات بيوصل لغاية سطح حساس للضوء. هنا احنا بنوصل ازاي البشر قدروا ان هم يحتفظوا بالصور دي.
معدن نترات الفضة كانت حساسة جدا للضوء ومهدت الطريق للفكرة دي. وبعد حوالي 100 سنة في القرن 19 استطاع جوزيف نابس انه ينتج اول صورة في التاريخ بتقنية تصوير سماها هيليوغرافي. من خلاله قدر انه يدهن مادة حساسة للضوء على صفائح معدنية، واستمر عملية التعريض الضوئي لعدة ايام، عشان كده هنلاقي نتاجات الاضاءة منتشرة في الصورة في اماكن مختلفة. وفي الثلاثينات من القرن 19 ظهر بقى الاب الروحي للتصوير لويس داجير، اللي قدر ان هو يصمم كاميرا حجمها مقبول جدا، وعملية التعريض الضوئي بدل ما كانت تستمر ساعات او ايام قدر انه يختصر الوقت لدقائق معدودة. اختراعه الجميل ده رأت الحكومة الفرنسية ان هي تشتري حقوق الملكية الفكرية ليه، وخلته مجانا للجميع بحيث ان اي حد يقدر ان هو يشتغل على افكار لويس داجير ويطورها في المستقبل، وده ساهم بشكل كبير جدا في تطور صناعة التصوير الفوتوغرافي في العالم كله. ومع الوقت ابتدت الامور الرائعة بقى تحصل، يعني اول صورة يظهر فيها جسم بشري، هنلاحظ ان هي صورة بسيطة جدا ومن بعيد، وكانت عبارة عن صورة المباني في شخص قاعد بيلمع الجزمة بتاعته. وبعد كده انتشرت استوديوهات التصوير المتنقلة، كانت على عربيات بحصان، وده علشان عملية تحميض الصور كانت لازم تتم بعد التصوير مباشرة. فواخر القرن 19 وبداية القرن 20 هنلاحظ ان معظم الصور الناس مكشرة فيها او ما بتضحكش، وده كان بسبب ان التعريض الضوئي كان مدته شوية دقايق، فمحدش يقدر يحافظ على ضحكته الفترة دي. وكمان المصورين صنعوا ادوات تحافظ على ثبات الشخص وهو بيتصور، زي حاجات حاملة للرأس او الدراعات، وده طبعا كان بيسبب انزعاج الناس اللي بتتصور، عشان كده تحس ان هم قمطين شوية في الصور. وبنهاية القرن 19 هنلاقي ان في رجل اعمال اسمه جورج إيستمان سنة 1888 اسس شركة هتكون في المستقبل هي عملاق صناعة التصوير في القرن العشرين، وهي شركة كوداك، ومن خلالها قدر ينتج كاميرا فيلمية ممكن اي حد يشتريها ويصور بيها. وزي البرق انتشر التصوير الفوتوغرافي والفيديو في العالم كله، وظهر صناعات جديدة زي صناعة السينما المعتمدة بشكل اساسي على كاميرات التصوير. وبنهاية الحرب العالمية الثانية سنة 49 ظهرت اول كاميرا SLR احترافية بتشتغل بنفس الاسلوب الكاميرات الاحترافية الرقمية اللي موجودة دلوقتي. ومن بعدها تحول التصوير الفوتوغرافي لهواية كتير من الناس بتحبها وبتمارسها. في منتصف السبعينات هنلاقي مهندس اسمه ستيف ساسون كان بيشتغل في شركة كوداك، قدر ان هو يصمم اول كاميرا رقمية. الكاميرا دي كانت كاميرا اولية جدا، كانت بتنتج صورة رقمية الكواليتي بتاعها اقل من 1/10 ميجا بكسل، حاجة بسيطة جدا، وكانت الصورة دي بتم تسجيلها رقميا على شريط كاسيت. في الوقت ده كانت شركة كوداك مش بس بتنتج كاميرات تصوير، دي كمان بتنتج الافلام ومعامل التحميض المنتشرة حول العالم اجمع. فالراجل ده جاي يقول لهم بقى نركن الصناعة دي بالكامل ونبتدي ننتج كاميرات رقمية مش محتاجة اي حاجة من الحاجات دي. فللأسف ساعتها مديرينه أهملوا الفكرة دي ورموها في الزبالة. القرار اللي اتخذوه ده اللي هيندموا عليه في المستقبل، وهيؤدي إلى إفلاس الشركة في بداية القرن 21، وظهور شركات كتيرة تبنوا الكاميرا الرقمية وبقوا هم المسيطرين على السوق لغاية وقتنا الحالي، زي شركة سوني ونايكون وكانون. ومع بداية القرن 21 انتشر التصوير الفوتوغرافي في كل المجالات تقريبا، هتلاقيه في الهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة وكتير من الصناعات العسكرية والطائرات المسيرة، وفي مجالات كتيرة حتى المجالات الطبية. فهنلاقي ان كاميرات التصوير بتستخدم في تكنولوجيا المنظار والأشعة وتسجيل العمليات الجراحية. لما نيجي نتكلم عن مستقبل التصوير الفوتوغرافي في العالم هنلاقيه انه موجود في كل مجال تقريبا، حتى في الطب. فحاليا العلماء طوروا كبسولة ممكن ان المريض يتناولها، هي عبارة عن كاميرا واجهزة اضاءة، ومن خلال البلوتوث بيقدر الدكتور ان هو يستكشف جسم المريض ويتعرف على اماكن وجود الخلايا السرطانية في الجهاز الهضمي بامان تام وبدون عمليات جراحية. وده مثال بيوضح ازاي تكنولوجيا التصوير هتبتدي تتغلغل في كل المجالات تقريبا. اما في مجال استكشاف النجوم والمجرات البعيدة، فحاليا وكالة ناسا بالتعاون مع الوكالة الكندية ووكالة الفضاء الاوروبية باستثمارات هي الاكبر في العالم في المجال ده، قدروا ان هم يطلقوا تلسكوب هو عبارة عن قمر صناعي اتكلف حوالي 10 مليار دولار، واللي استغرق بناؤه حوالي 30 سنة من عقول مئات العلماء. التلسكوب اللي راح في مدار بعيد جدا عن الارض، وهيبقى قادر على انه يقرب البشرية من فهم ازاي ربنا عز وجل خلق الكون العظيم اللي احنا عايشين فيه، وهيساعد في الرد على السؤال اللي كل الناس بتسأله، يا ترى احنا عايشين لوحدنا في الكون ولا لأ. وفي النهاية بنكتشف ان التصوير الفوتوغرافي هي عملية استمر تطويرها لمئات السنين، وبتخلي الواحد يفكر طب يا ترى في المستقبل التصوير هيوصل لغاية فين.
وبس، دي كانت حلقة النهاردة عن تاريخ ومستقبل التصوير الفوتوغرافي. يا رب تكونوا استفدتم، واشوفكم الحلقة الجاية مع موضوع جديد، وسلام.